حلقة خاصة بعد تلقينا خبر وفاة زميلنا سعدي زيداني للناس اللي التحقت بنا توا، برشا ناس اللي ما زالوا مش فاهمين، برشا يبعثوا لي يقولوا لي إيمان شنية الأغاني اللي تحطت اليوم، شنية الريتم، بعض الناس اللي بالحق ما زالت ما سمعتش بالخبر متاع وفاة صديقنا وزميلنا سعدي زيداني. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يتقبلوا عنده، ما زلنا نتلقاو الرسائل متاعكم. الحقيقة الهاتف متاع ديوانا فهم ما سكتش، المستمعين قاعدين يتواصلوا، قاعدين يطلبوا، يحبوا يعزيوا الفريق بوفاة السعدي. برشا كلام بالحق ما عزوا من عند المستمعين، قاعد يوصل، فان شاء الله على كل رحمة قاعدين تترحموا فيها على السعدي إن شاء الله توصلوا، إن شاء الله يربي يتقبلوا عنده من بين الناس كيف كيف، ونجم نعتبره من أقرب الناس ليه خاصة في الفترات الأخيرة. تعاندوا برشا في أمير الشعراء، تعاندوا برشا في تضحك تخسر، حاولوا أنهم يخلقوا جو من البهجة والفرحة والسرور للمستمعين، كان عندهم هدف مشترك، لكن للأسف الرحلة انتهت مع سعدي زيداني. وصديقنا سفيان الدهش باش يحكي لنا على المسيرة هذية متاع السعدي، واللي ممكن هو من أكثر الناس اللي نجم يحكي عليها. صباح الأنوار سفيان، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. أهلا بك، سلام. مرحبا. شو نقولك، الواحد ما يعزيش روحه، نعرف انه مش سهل على الاولاد الكل تقريبا الفريق. والله يظهر الواحد ايش يقول، بيجمش ما يتكلمش، انا قاعد والله مانيش راجع حتى الكلام، شنو باش نقولوا. انا سعدي زيداني سنوات من مع بعض من اصحاب واخواته، خاصة العشر سنين الأخرانية أنا شفته أكثر من ولدي، أنا عشنا مع بعضنا كل شيء عشنا مع بعضنا، الجاية عشنا الفرحة فريد. أنا نقول كلمة بارك، الله يرحمه وينعمه، إن شاء الله اللي ما لقاهش في الدنيا هذه من حقه يلقاه في الدنيا الأخرى. دينك الحق بيسر السعدي، تب حتى ما بفيق. السعدي مليان بالمشيعة، مليان بحاجات ما يعرف أحد بالحق. إن شاء الله يا ربي، والله طوف الله العظيم في الدنيا الأخرى من الخير، إنه مش يعيش خير برشا. السعدي رب مليان 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 بالوجاية، مليان فني. أنا نعاش ونعرف سعدي وقت فاق بروحه مرض، وكلم مرته وقالها كلم سفيان، كلمتني مدى يا سفيان سعدي رغم مريض بك المرض الخيب. وأنا نعذره وما تحملش، نبيلي ما تحملش، كيف رو نوفل وبلال حاولنا نمكسبهم نزول المرأة، لأن انت عارف المرضى يحبلوا برشا برشا صبر وبرشا إرادة، وهو تحسه كأنه ما عادش عينه في الحياة. معناتها بالحق أني نحكي لك في حاجات وما يعرفها محد، معناتها ما يعرفها محد، ممكن يشوفه السعدي ينكت يفضلك يضحك، أما من داخل من حاش برشا حياة. أمه توفيت في وقت خايب، خوه سنوات ما شافوه، سنين عائلة، ما نحبش ندخل في تفاصيل، فهمتني؟ نقول له إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله في الدنيا الأخرى خير. شوف في الدنيا هذه اللي أنا كان بالكره والحقد والبغض، واللي حتى شيء أنا كان الناس ما تحبش تفهم من الحياة دي حتى شيء، ما راكم بتشوفوا العالم كيفاش عايش، رايح حتى شيء رمشة عين ودلقى روحك أنت عين. الله يرحمك يا سعدي، خليته إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي صبر سفيان. نعرف صعيبة الفرقة، وخاصة كما كنت أنت تحكي من أكثر المرافقين ليه، معناها تعشرته، العشرة مش سهلة، والعشرة
لها ناسها وكان السعدي من ناسها صوفيا. شو قلت أنا تفاصيل حياتنا أنا في بنام برشا ناس تعرف علاقتي بالسعدي. شو قلت الفترة الأخيرة كانت فترة خايفة مش عليه رغم إنه يخدم راي مش ساعات راي مش مثلا بتاع ماديات ولا بتاع ساعات فما وجايع أخرى فما آلام أخرى الواحد لو إن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ربي إن شاء الله يخلط على أمه على قلبه ان شاء الله ربي يرحمه. ان شاء الله ربي يرحمه صوفيا. نعرف صعيب عليك التدخل والحقيقه نحن حبينا فقط ان نعديو الرساله هذه للمستمعين التأمين لصديقنا سعدي الزيداني. كل الشكر ليك على التدخل. ان شاء الله ربي يصبرك صوفيا وان شاء الله ربي يصبرنا وربي يكون كلمة الفنانين الكل الناس الكل بالله نقصوا من التخشير والكلام اللي ما عنده حتى معنى وقربوا لبعضكم وحبوا بعضكم ما عاد فيها شيء. الدنيا راهي ثانية تشوفوا العالم فماش راهو عالم باش دولة باش يدافع على دولة أخرى راهو ولا لنا احنا إذا نحبوا بعضنا احنا نقربوا لبعضنا احنا وإن شاء الله ربي يصبرنا وربي يصبر الناس كلها وربي يعطي الوقت الطيب لك زوج صغيرات. أمين يا ربي أمين يا ربي. هذوكم اللي ما يلزمناش ننساوهم هذوكم أمانة على الأقل في رقبتنا على الأقل الناس اللي تعرفوا الناس اللي قريبة منه ناس اللي تعرف المعاناة متاعه. إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي يصبرنا إن شاء الله أحبانا المريخي يرعوا الوقت الأولي يتلاقوا فيه ان شاء الله ان شاء الله ويحقوا له حلمه يا رب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اكيد ان شاء الله يا ربي على الاقل نمسحوا الدمعه من العينين الوجيعه ما تتنسيش ممكن تبرد مع الوقت ممكن هكا ساعات الدنيا تاخذنا لكن على الاقل ديما نقول انه الانسان يقعد كاين فعله الباهي كلامه الباهي الحاجات المزيانه اللي خليهم في الدنيا هذيا هما اللي يبقاو بعد وفا ان شاء الله ربي يرحموا صديقنا سعدي زيداني. كل الشكر ليك سفيان الدهش على التدخل معنا. ما نحكي لكمش على الحالة متاع الأولادة فريق ديما لباس راهو مش سهل عليهم الحكاية وصعيبة برشا حتى في أنهم يتدخلوا حتى في أنهم يعبروا على الوجعة متاعهم خاطر الحقيقة جمعتهم برشا برشا ذكريات وبرشا لحظات والآخر لحظات وسعد يجي ويخدم ويسجل ويضحك الناس وقاعد يقوم بالحاجات اللي يلزم يقوم بها رغم المعاناة الكل. إن شاء الله ربي يرحمه. احنا باش نمشيو فاصل ونرجع لكم بعد شوية ما تبعدوش.